في الشأن التشريعي، انطلقت اليوم الخميس بمجلس الأمة جلسة إثبات عضوية الأعضاء المنتخبين الجدد والمعينين من طرف رئيس الجمهورية في إطار التجديد النصفي لأعضاء المجلس في جلسة ترأسها أكبر الأعضاء سناً بمساعدة أصغر عضوين للغرفة العليا للبرلمان لتشرع بذلك في فترتها التشريعية التاسعة 2022-2024. وسيتم خلال الجلسة انتخاب لجنة إثبات عضوية الأعضاء والمصادقة على تقريرها، وذلك بعد إجراء مناداة أسماء الأعضاء الجدد بعنوان التجديد النصفي لأعضاء المجلس. كما سيتم خلال الجلسة أيضاً انتخاب رئيس مجلس الأمة للفترة التشريعية الجديدة 2022-2024، والذي يترأسه حالياً صالح جوجيل.